مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في دار دردشة جديدة. هذه المرة مع السي محمد أبو السهل، القيدوم والصحفي والزميل أيضا. مرحبا بك السي محمد أبو السهل. شكرا. شكرا السي أبو السهل. بداية غادي نتكلموا على الحصيلة تاع البطولة الوطنية، ولكن ما كرناش نعرفوا يعني رأيك في فوز الرجاء البيضاوي بهذا البطولة اللي بين قوسين تقول لك بطولة كورونا. هي هناك كرة القدم وهنا كورونا القدم كما اخترنا هذا المصطلح. هذا الفوز ديال الرجاء، والفوز ايضا حتى ديال الوداد، بلوغ الوداد والرجاء في هذه المرحله، كيف تيقولوا احنا في انفاس وفي اخر الانفاس ديال عركة تحسم، كان اول انتصار هو انتصار على الجائحه هذا، لان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم راهنت على استئناف النشاط الرياضي على غرار الانشطه والمجالات الاخرى، ونجحت في هذا الرهان، يعني استئناف الدوري الوطني الاحترافي ثم التفوق والفوز على كورونا بالبروتوكول الصحي والتطبيق ديالو، ويعني تصريب هذوك المبادئ وتصريب هذوك السلوكات للاعبين والمحيط كله. ثم الرجاء تفوز، ليس غريبا على الرجاء، وليس غريبا حتى على الوداد، وليس اللي كان جميل هو مع الرجاء والوداد نجد واحد زعيم جديد يتهيئ الى جانب الزعماء التقليديين اللي ولفناهم تيتنافسوا على الالقاب، واللي عندهم بين قوسين عندهم كميو ديال الالقاب للواحد، كنلقاو النهضه البركانيه. فهذه من الاشياء، من العناوين الكبرى. الرجاء دبرت امورها، كانت محظوظه كعادتها، والرجاء خرجت من عنق الزجاجه، وهذا كان اعطاهم واحد الطعم، اعطى الطعم للبطوله، حيث ان لم يتم الحسم الا في اخر اللحظات، وهذا كان فيه العنصر ديال التشويق وديال الاثاره، وكان ايضا تكذيب وضرب للاشاعات كلها اللي كانت كتروج على ان هذا غادي يعطي لهذا، وهذا غادي يدير لهذا، وغادي يكون البيع والشراء، وغادي يكون كنعتقد على ان هذه بطوله ليست لا مبيوعه ولا مشريه ولا في سوق الدلاله ولا البعض كان يتخوف يعني من استئناف على البطوله اصلا، يعني بطوله بدون جمهور، بطوله في زمن الجائحه، ولكن كما قلت يعني كان تشويق الدقائق الاخيره من المشوار تاع البطوله. كيفاش تشوف هذه الازدواجيه في واش المغرب ما غامرش اولا بالبطوله، ولا كان احنا لسنا استثناء في المغرب، وايضا الرياضه الوطنيه ولا كره القدم الوطنيه هي ليست استثناء. كان البعض كيعتقد على انه قرار ديال الجامعه الملكيه المغربيه وديال السي فوزي القجع، هو هذا قرار سيادي، لان ما تمكنش تغامر بالمواطن المغربي وتغامر به كاينه الجائحه. اولا راه بغينا الصحه هي الاولى، الحفاظ على الصحه قبل الاقتصاد كيف قال سيدنا الله ينصرو، وقبل كرة القدم، قبل هذه الأمور كلها. ف يعني جلاء المتفرجين باش نبقى الملاعب فارغة ونتفرجوا عن بعد كيف تنقراو عن بعد. فكانت هذه الأمور هذه، يعني هذه المسألة راه ماشي حنا بوحدنا اللي عشناها، راه عاشها العالم كامل، وبالتدريج الآن غادي تيخرجوا من هذه الأمور. كان خاصنا نتغلبوا على هذه الجائحة. الجيل اللي كاين الان خصو يقرا شويه، يقرا تاريخ المغرب وتاريخ الجائحه في المغرب وتاريخ المعاناه اللي عانى المواطن المغربي. راه بغينا الرياضه وبغينا اللعب وبغينا هذا. واحد الوقيته كاين اللي تيقول لك ملي كيكون واحد الفريق هو الاول، الجمهور ديالو تيقول لك نحبسوا البطوله هنا. اذا هذا باش كيبان لك، مابقاش كيفكر هو في مجتمع في وطن، وتيفكر في راسو في اللقب ديالو، بغى يرضي نفسه، عنده واحد الذاتية ديالو، شوية الأنانية، وبغى هو فرقته تربح وصافي. وشنو بغض النظر على الوداد والرجاء، شنو الحصيلة تاع البطولة الوطنية؟ كيف شفتي البطولة تاع السنة؟ فالحصيلة ملي كنبغيو نوضعوا واحد الحصيلة في الميزان، كنعتقد كاين في الرياضة الوطنية وخاصة في كرة القدم كاين جوج ديال المقاييس. كاين ما هو عمودي، ما هو عمودي، اشنو اعطانا الرجاء في الرتبه الاولى
والوداد على بعد نقطه واحده في الرتبه الثانيه، وعطانا النهضه البركانيه، وعطانا جوج ديال الفرق اللي غادروا اللي هما اولمبيك ريغا والرجاء الملالي. هذا عموديا، ولكن على مستوى افقي كيف كانت البطوله وشنو انتجت هذه البطوله؟ هل انتجت لاعبين اللي يمكن لنا اننا نسوقهم ماشي في الخليج ولكن في اوروبا؟ حيت هذا ولكن ثم البطوله الوطنيه الان بهذه الاثاره وبهذا التشويق ديالها، الان هذه البطوله كتستعد باش يمكن تجر الناس المستثمرين، لان الهدف الكبير الاسماء هو تسويق هذه البطوله وتكون مدير للدخل وتكون قادره على خلق الثروه. انا هذا هو البطوله، راه قليل اللي الان تيفكر التفكير المنطقي اللي تيعطينا على ان البطوله اهم من المنتخب الوطني المغربي في الاهتمام وفي الرعايه ديالها. البطوله هي اللي يمكن لها تعطينا منتخب وطني قوي. الا بقات بطولتنا حنا ما كتعطيكش لاعب واحد ديال المنتخب الوطني المغربي، وبالاحصائيات احيانا المرء تيبقى تيشوف تيقول لك شحال عندنا ديال المدربين اللي عندهم ابرو لا ليسونس ابرو، تتلقى واحد 70 ولا 80. شحال عندنا ديال اللاعبين ما بين القسمين الاول والثاني، تلقى واحد 1000. اذا 1000 ديال اللاعبين في الاحتراف كلهم متعاقدون، وكثر من 70 ولا 80 ديال المدربين اللي هما اللي كيتعاقدوا كلشي، وما نعطيوش لعاب واحد المنتخب. هذا هو السؤال ديالي دابا. البطوله تيقولوا الناس انها ولات بطوله قويه، فتشفيق تشويق، ولكن ما كاينش لاعب واحد من المنتخب من البطوله في المنتخب المغربي. اولا احنا ما نقدروش نديروا المقياس. لماذا؟ لان جوج ديال المباريات وديات السنغال والكونغو الديمقراطيه جاوا في واحد الفتره اللي الجامعه الملكيه المغربيه تفاديا للمشاكل خلات اللاعبين باتفاق مع الناخب الوطني وحيد الي لوزيتش ما نستدعيوش اللاعبين، نخليهم الفرق ديالهم تكافؤ الفرص. يعني ما عطاناش، واش كانت عنده فكره؟ لانه ملي انتهت عيط على الزنيتي وعيط ايضا على التقناوتي، ولكن هذا ماشي مقياس. واش عنده هو تفكير؟ لان في البطوله الوطنيه تاكد على ان كاينين في هذه المباريات القويه كاينين لاعبين اولا عندهم ادوات تقنيه وتكتيكيه فرديه رائعه، ثم ايضا مستعدون لمكافحه الضغط، وهذا شيء جميل عند هذ اللاعبين. اذا هذو لاعبين اللي يمكن لهم يكونوا في المنتخب الوطني المغربي ووصلوا لواحد المرحله ديال النضج، وايضا كانوا يحلمون ان يحملوا قميص المنتخب الوطني بعد ما حققوا نتائج والقاب. راه في الوداد وفي الرجاء لاعبون اللي كيحققوا القاب وكل شيء، لكن هذا لا يكفي بالنسبه لهم دون انهاء المسار ديالهم ويكونوا قد حملوا القميص الوطني ولعبوا منافسات قاريه دوليه مغاربيه او شيء من هذا القبيل. طوينا دابا الصفحه تاع البطوله، ولكن نمدوا واحد الصفحه اخرى هي تاع الشامبيونز ليغ. الوداد والرجاء وبركان واكادير غيدخلوا المنافسات الافريقيه، واش ما تتشوفش بان الاستمرار تاع البطوله والتشويق اللي سالت به البطوله غيكون عامل ايجابي بالنسبه لهذه الفرق هذه؟ وهناك من يقول على ان الفتره الفاصله هو اسبوع فقط، الرجاء والوداد كينفضوا يديهم من المنافسات ديال البطوله الوطنيه وتلقاو امامهم الزمالك والاهلي. بغض النظر، لان الان اللي عليه الضغط كثير هو الزمالك، هو الاهلي اللي عليه ضغط كبير، لانهم تابعوا المنافسات وتابعوا القيمه الفنيه للاعبي الفريقين، اضافه الى التطور اللي كتعرفوا النهضه البركانيه بالاخص ومعها حسنيه اكادير. كاين واحد الجانب اخر اللي انا بغيت نقدم واحد طلب، واحد للوداد والرجاء. انا نقول لهم ارجوكم اذا كانت هاد التنافس بينكم وهاد المعارك اللي كاينه في العالم الازرق وكل شيء تيقول انا هو الاقوى وانا هو صاحب التاريخ، وسيدي انا كنطلب منكم، انا مزوق فيكم، غلبوا لنا الاهلي وغلبوا لنا الزمالك ودوزوا للنهائي. يا الله سيدي، الان بيناتكم كانت المعارك واللي هي ازليه انطلقت قبل عند تاسيس الرجاء
واصبح ندا للوداد لدرجه تاسس في 49 الوداد في 37 وبداتها بالنديه ولا واحد المسار طويل فيه الشد وفيه الجذب ووحدت الجغرافيا ووحدت المصير ووحدت وهذه المعارك هي معارك رياضيه هي اللي غتعطينا منتوج كبير ولكن انا مزوق فيكم وغلبوا لنا سيدي الوداد وغلبوا لنا الرجاء وديروا لنا واحد النهائي هنايا وديك الساعه انتم بيناتكم الرابح هو المغرب الرابح هو كرة القدم المغربية ذاك اللقب غيبقى هذا نفس الشيء بالنسبة لحسنية أكادير نسوا الحظ أنهم تلقوا في نصف النهائي ما ولكن عندنا أمل كبير الآن أن اللقبين يمكن يبقوا في المغرب وهذا غادي يكون سابقة هذا غادي يكون رد لمن غادي يكون رد على بعض الوسائل الإعلام في وطننا العربي للأسف يعني يتألمون كثيرا عندما يتألق المغرب وعندما يجمع تجمع كرة القدم الوطنية أطرافها فالتألق ديال المغرب واللي عطانا أربعة ديال الفراقي هذا ألمهم الآن ولات الهجوم على الجامعة الملكية المغربية واش بغاو المغرب يبقى دائما غايب على إفريقيا واش بغاو أن المغرب ما يكونش عنده واحد الراجل بحال فوزي القشع هذا فوزي القشع أنا كنشوف على أن هذا الثورة اللي دارت في كرة القدم اولا الكراسه اللي كانوا خاوين ديالنا حنا في افريقيا ما يمكنش نبقاو ساكتين والمغرب ما كاينش في الاتحاد الافريقي كرة القدم المغرب اللي عنده ثروه ديال اللاعبين محترفين في اوروبا وخارج اوروبا ما يكونش حاضر في افريقيا المغرب مع جلاله الملك يساهم في افريقيا وهو محامي افريقيا ودافع على افريقيا وفي كره القدم ما نكونوش الان ملي المغرب خدا مكانه طبيعي ورخصو يترأس الاتحاد الافريقي علاش لا الاشقاء في تونس وفي مصر تيقول لك لا المغرب بدا تيحكم اذا المغرب تقول تتهموه بغيبه بدا يحكم انتم حكمتوا اكثر واللي اخطر هو ان الان بداوا بعض الفعاليات في تونس وفي مصر فاروق جعفر راك سمعنا شنو كان تيقول ولا ربما تيدير تنقية الذات قال لهم سيدي كنا كنشيروا الماتشات وكيجي عندنا الحكم وتنقول لنا واش نعطيكم ضربة جزاء واش نخرج لكم هاد اللعاب وكل شيء في تونس سليم شيبوب اللي كان قريب من الرئيس السابق بن علي من العائلة ديالو كان كيسيته هو في كرة القدم لا في الاتحاد التونسي ولا في فريق كبير ديال الترجي ولا تيقول لهم كنا كنتعاملوا وكنشيروا الماتشات انا ما كنعتقدش على ان المغرب يعني متسخ في كورتو وعلى ان المغرب باع وشرى في افريقيا ولا المغرب هو الدليل على انه فاز مره واحده بلقب كاس افريقيا 1976 والحضور ديالو في كاس العالم لانه كان يراهن كدوله وكسلطه على انه يكون حاضر في لاكوب دي موند اكثر ما كانش كيراهن على انه يكون في افريقيا المغرب ما عمره ما كان في البدايه في الستينات والسبعينات ما كانش عنده هذا الهم هذا انه يلعب افريقيا راه كانوا عنده لاعبين من اقوى اللاعبين ولكن وفكر اول تنافس كان بالنسبه للرهان ديالو باش يكون في عهد المغفور الحسن الثاني بغى يلعب كاس العالم ديال تشيلي ديال 62 ولعب 70 لعب لا لعب بعداك الاقصائيات لان فرضت عليه الفيفا ان يلعب المنافسات من ليس الافريقيه يلعب مع اوروبا ولعب مع الاسبان اليوروتور وعذب اسبانيا النجوم ديالها بالعفاريت ديالها ديال ديك الساعه قبل من هادو اللي كاينين دابا وعذبها نهزم بهدف 1-0 في الدار البيضاء وفي مدريد 3-2 واحده من اقوى المباريات المغرب اللي كيدير مع اسبانيا 3-2 في 61 اش خاصو يدير دابا هنا المغرب اللي انتصر على اسكتلندا بثلاثة ولكن دابا في كرة القدم المغربية كاين داك التذبذب مرة كاين مستوى كبير مرة كاين مستوى هذاك التذبذب غادي نقيسوه لان نشوفوا اللائحه ديال المكاتب اللي سيرت الجامعه واللي تعاقبت شحال ديال المكاتب مسيره بعد اولا كره القدم كما تعرف الجميع وكيفاش ما عمرها كانت مستثنيه لان كان المخزن حاطيدو على كره القدم ما يمكنش كره القدم كيسيرها المخزن وثم الناخب الوطني كان من اختيار جلاله الملك كيختار تيقول لك لان كره القدم فيها حساسيات فيها كل شيء المدرب ديال الجيش الملكي هو المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي في واحد العدد ديال الفترات كره القدم ما خصهاش تكون تطلق يعني ما تطلقهاش
لان فيها حساسيات فيها كذا، والناس اللي اثروا كره القدم راك شفتي الان في هذه الولايتين ديال مع رئيس الجامعه الجديد، وفي التحول، لان هذه الجامعه جات مع هذا التحول اللي كاين جات الملك محمد السادس نصره الله، وشفنا هذه الامور. لان الى مشينا على الرياضه عامه، الرياضه ما كانتش من الاولويات في المغرب. المغرب ولا عنده اولويات، اولا خصو يحط الدوله وتستقر الدوله، ثم جات بعد المشاكل، جات قضيه الصحراء، جا الجراد، جا واحد العدد ديال كاين التشغيل، كاين البناء ديال هذاك، كاين السدود، كاين واحد العدد ديال الاولويات، ولم تكن كره القدم من الاولويات. ولكن حتى العهد الجديد ديال الملك الجديد محمد السادس، هي فاش خدات 33 مليار بالنسبه للالعاب الاولمبيه، وتكونت اللجنه ديال الصفوه اللي كانت كتراسها الاستاذ كمال الحلو، وثم الجامعه الملكيه المغربيه، وتحددت يعني الاموال اللي لم غير مسبوقه 123 مليار اللي خدات كره القدم من مستشارين مؤسسات وطنيه اللي فيهم واحد العدد ديال فيهم ابناء، فيهم مكتب الشريف، وفيهم كذا وكذا، باش ترصدات لهذ الكره. هذا خاص الكره. وبدينا كنعتنيو بالبنيه التحتيه، بالملاعب، التكوين، المراكز. راه المعهد ديال مولاي رشيد راك شتي داك المركز كيفاش كان، عندك مركز قداش كتمشي تاخذ اللوطيلات وكتاخذ هذاك. الان ولا عندك مركز محمد السادس لكره القدم، اللي يمكن لك فيه، راه الناس اللي جاو شافوه يعني كيبان المواصفات الدوليه. كيبقى شكون هو اللي راهنوا عليه كثير؟ واخا تصاوب، لان ملي كنقولوا المهرجان ماشي بحال الفنجان، ما كيصنعش القهوه. او عندك الفنجان ولكن خصك لا يصوب القهوه مزيان، عندك الفضاء ولكن كيخصك البشر، خصك الناس اللي غاديين يخدموا، خص الحكام، خص الناس ديال التحكيم اللي غادي يخدموا التحكيم ويبرئوه من كاع هذوك الاشاعات اللي يمكن دير، وخصك المدرب اللي غادي يامن بالرساله اللي عنده ويكون مدرب، واللي تيختار التنقيب، والمسير اللي غادي يجي يسير واحد الفرقه خصو يكون مسير وعرف شنو لجاي. راه دوزنا واحد العدد ديال المراحل فيه مسير كيجي تياخذ الفرقه في وقيته الانتخابات، خدينا مسيرين اللي جاو غير على اغراض، ولكن في هذا الاخر كتلقى مسير مثقف، ولكن بعض المسيرين اللي مازال غير مخشيين تما ما داروا شيء، ولكن كتلقى على الاقل رخصنا اللي في شي بلاصه يكون في مكانه. وحتى احنا في الاعلام، الصحافه الرياضيه حتى هي خاصها تحمل المسؤوليه ديالتها كما كانت. شكرا سي ابو سهل، شكرا جزيلا على هذه الدردشه، ما كنبغيش انها تطول وقت كبير. مرحبا في كل وقت. الله يبارك فيك وسمح لينا. انا سعيد كنت في وجيت، انا ما عنديش في كل مره تلبي الدعوه، لانني في مؤسسه محترمه. شكرا. وفي كل المؤسسات المحترمه الانسان تيجي باش يؤدي واحد الواجب، وانا اعتبر هذا الحضور ديالي هو واجب. شكرا جزيلا، شكرا لكم مشاهدي الكرام، والى اللقاء في دردشه اخرى ان شاء الله.